سلام الخوات الخوت المهمات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين هانيين؟ او سمحوا لي المشاهدين، دايرها بكم دي جوغ ما حطيت لي فيديو بحكم راني شويه فاتيكي في الرواح، البرد قايسني هاد الكريب، ما نقولكمش البنات ومع الوليدات الله عارفين الدخول المدرسي يجري منا يجري منا، والله ما عندي الوقت اليوم. بغيت نشارك معكم نقدم لكم هاد لاباتشينواز، ها هي البنات، ها هي لاباتشينواز. تعجب الوليدات انا يموتو عليها، كنت باغا ندير لهم شي حاجه اخرى ومن عندي قالت لك البنيه كاع بلي ريكلامات عليها، قلت لك ماما لي جو دوي ديري لنا لاباتشينواز، وهاني غادي البنات نشارك معكم لاباتشينواز والتحضيرات ديالها. عندي هنا البنات ليجيم، عندي البروكولي، بطاطا، فلفلة، البصلة، فلفلة على جوج لوان، عندي كويغ ديال التوابل، كويغ ديال الملحة، عندي هنا الصوج الصوجة، عندي هنا لاصوص الصوجة، ها هي فرها على جوج، كاينة اللي حارة وكاينة اللي ماشي حارة، على حسب الوليدات شي تعجبهم المذاق ديالها. عندي هنايا كاع التوابل، ها هي البزار وكاع، ما بغيتش كاع نحط البواطات كلهم، والزيت البنات. وعندي هنا البواسو باش نرفق بها مع البواسو، وهذه هما المقادير البنات. سمحوا لي غادي ندير معكم غير بيد وحده حيتاش البنيه تقرا والدراري راكو عارفين. غادي هنا نهز ندير المليحه، عاود هنا التوابل، وهنا غادي ندير ليجيم باش ما هكا البنات غادي ندير ليجيم هنا. راني خليت لي سريه، راني ما زلعتش هكا البنات، راكو عارفين حكم اللي صور غير بيد وحده، سمحوا لي الا جاكم التصوير شويه عواج ولا وما تبنيه معايا ما وعندي باش نصور، ولا يعني راكو عارفين حكم انا ما نبانش ما نقدرش نجي قدام الكاميرا. درك غادي نزيد لاصوص الصوجا ونزيد من هذا، هنا راه لي بزار والقزبر حبوب و كلشي التوابل راه هنا البنات، غادي نزيد منها، ندير الزيت وردهم على البلاك ان شاء الله، وغادي نبين لكم المراحل شويه بشويه. والبواسو هو غادي ندخله للفران، ما نطيبهاش في المقله، ندخلها للفران باش يجيني زوين وما يجيش شارب الزيت. وهذا هو البنات، وخليكم معايا غادي تشوفوا المقادير كلها. هانتوما البنات، رديت لاباط هنايا في لاصوص راه طابت، الدراري نحطو خصي ضروري تكون حامية، هاهي راها علاين، والبواسو حتى هو راه وجد، ونتلاقاو إن شاء الله في الطبق النهائي يا رب، هاهي هاهي علاين غادي توجد، مبقالها والو، وعندنا واحد البرد يا خواتات، واش نقولكم، نموت البرد. تبش عليكم يا البنات، عيني راهم غوج غوج غوج، حمر حمر حمر، ما عرفتش كاع مناش يحرقوني يحرقوني، ما نقدرش نحلهم والله الا من نحلهم يهود معاهم يهبط الماء سخون، والله ما فهمت والو، اول مره يجيني هذا الشيء هكا. كريم هاني وليت معكم البنات، هاني وجدت لاباتشينواز، ها هي اجي مزينات هالبنات، بواسو ها هو، ها هو البواسو حسب عندنا الشتاء والبرد، واش نقول لكم، الحمد لله على كل حال. كنت باغا ندير لهم الكسكس مع هذا البرد ولاني ما قدرتش البنات، والله ماني قادره، عارفين نراعي غير الحوايج الخفاف اللي في الساعه يوجدوا، ايوا هذه هي، قلت يلا نجيب ندير لهم لاباتشينواز لا تعجبهم، وجبنا البواسو باني في الساعه دخل الفرن وقت مد نحس فيه طابون ونولي نطي عليه، والله يا خواتات الله راني واش نقول لكم واحد الحلال الحمد لله على كل حال. وهانتوما البنات، فيها البروكولي، فيها الفلفله، فيها البطاطا، البصله، درت فيها شويه ديال الكنور البنات، تجي زوينه ماني فيك، وسخونه على حسب البرد، والوليدات كاع يبغوا لاباط يبغوا الحوايج هكا اللي تكون حاميه مع البرد، والله الا الشتا هانتوما البنات تفرها داخله لينا مع الفوليد.
وهذا مكان البنات، وهذا هو الطبق ديال اليوم، غير حاجه بسيطه والله الا راه 10 ايام ما حطيتش، ما درت حتى فيديو حيتاش مع قلتلكم البنات كنت مريضه راني من الحد اللي فات، وانا فاتيكي مانيش قادره، وحكم الوليدات ديال المدرسه جيب، ومن تكون عندك التزامات بزاف ما تلقايش الوقت. ونقول للمتتبعين سمحوا لي اللي تيشاهدوا القناه ديالي دخلوا لقاو ما حطاش 10 ايام، بصح ما كتبتوليش في التعاليق مالكي ما بنتيش. يلا البنات والميمات والمشاهدين يلا بالسلامه عليكم، فيديو جاي ان شاء الله نلقاكم فيما احسن يا رب، ومع شي حاجه اخرى ان شاء الله احسن من لاباتشينواز.